ለመገኘታችን ሰበብ የሆኑት ከአላህ ውሳኔና ቀደር በኋላ ወላጆች ናቸው ከተገኘን በኋላ ደግሞ ለንከብካቢያችን ለድገታችን የከፈሉት መስዋዕትነት እጅግ ከባድ ነው ከዚህ አንስቶ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያንዳንዷ ስለሱ ሐቅ የሚናገረው አያ ላይ የወላጆችንም እያስታወሰ የመጣው واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الله انت غزو بسو اتشاركو لولاجوچ دمو بوغوالو الى كزيو غرا يايزو بليلا ايا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يا انت جيتا كرسو مستكر ماننم اندا تتغزو بلو وساني استلالفوال فردوال ازوال الى وبالوالدين احسانا لولاجوچم دغمو بوغو اندتلو ازواچوال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أنداچو أنتا أنتا تغب إرجنوان إرجن آدمي لاي بيدرس ويم هولتاچو كولاجوچ مالنو فلا تقل لهما أف أچ أبو هشماغلي إيچ بالتيت إيچ أروغيت بله أندات تصيفاچو أندات تاطلالاچو ولا تنهرهما أتورفاچو كفو نغر كرا تناغر تهتنا تازاجنتن نو ماسايت ياللبه وقل لهما قولا كريما يتكبرك على تناغراتك على توجه راسه ممرت على باتك ولو نو مناغره واخفض لهما جناح الذل من الرحمه كازنتي هنن يمتنانس كنف زق ادرغلاتك على ما زننا متنانس يتطبق بحال مالك اندغنا موتوم كهونه ليلى دمو ما درغ ميغباه نغر على الناس ما غلغل كالشال كدعاء ما درغ ياكتهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حصانوني اقمال اقمال باهوني دكاما هوني تنكباكبو انداسادغوني هولو ولتاچو مملسالچلمنا انتو رحمت ادرغلاچو مكفل متچلو گيتاي انت نهبله الله انت ماصن الى نا حق يالاچو دومم انسو ناچو يمينوربنن حقوچ باغباب بماوق باغبابو بماوق موطات ينوربنال نگه يحق بالبيتوچ بحقاچو نيان كسون يسات ماگدو كمهوداچن بفيت يميل مكر نيازله زاريو خطبه Thank you.